السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. يلا حيهم اللي بقوله. اول شيء الله يبيض وجهكم جميع، والله يبيض كل وجه ما دعمني. كلمت ناس واجد وما قصروا في البدايه، قالوا بندعمك وابشر بسعادك وما قصروا، لكن يوم بدات المسابقه وكلمتهم ما حد رد علي الا اثنين بيضان الوجه، هذا وهذا. الله يبيض وجهكم يا اثنين، والله يبيض وجه كل من دعمني وانا ما شفت سنابه، والله يبيض وجه كل من دعمني من جماهيري ومن متابعيني، والله يبيض وجهكم كلكم جميع. ادري فيكم انكم سويتوا اللي عليكم وصورتوا الشاشه، لكن في بعض الناس مطنش او انه يصور الشاشه بس ما يضيف الحساب، وهذا اكبر غلط انك تصور الشاشه وما تضيف الحساب، لانها ما تنحسب. بعد ساعتين يبين ان انت مصور الشاشه، لكن بعد ساعتين ينحذف تصويرك للشاشه عشانك ما ضفت الحساب. بيض الله وجهكم وبيض الله وجه كل من دعمني. ويوم قلت هذا وهذا نسيت محط حساباتهم، وما قصرتوا بيضان وجيه، ويستاهلون اخواني الغالين في تأهيلهم للمسابقة، ماجد العتيبي وفهد العتيبي ومحمد الفاصل، يستاهلون عز الله، والله يوفقهم ان شاء الله. واللي ما حلفهم الحظ شبل قطر وسالم الجحدري، ان شاء الله بتعوضونها في المسابقات الجايه باذن الواحد الاحد. طبعا في ناس بياخذون فكره ان شبليام ما عنده متابعين، شبليام ما عنده احد. لا، اللهم لك الحمد، عندي خير وعندي متابعين وبيضان وجيه وما قصروا، لكن في بعض الناس اللي يتابعوني كبار في السن او انهم صغار و يعني ما يعرفوا الشغلات هذه. وبس والله هذا توضيح بس عشان يعني تعرفون. ولا اللهم لك الحمد، السناب عندي متفاعل ومتابعين، واللهم لك الحمد، حتى لو ما اصور شيء، حتى لو اصور صورة عادية، اللهم لك الحمد، متفاعلين في اي وقت. وعسى الله لا يحرمني منكم يا غالي، وباذن الواحد الاحد ان نتعوض باذن الله في مسابقه ثانيه غير المسابقه هذه. وبس والله حبيت اعطيكم علم. المهم يا جماعه، بعيد عن الفوز وعن المسابقه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، منافسه شريفه، هذا واحد. اثنين، كل شيء مكتوب ومقدر، الرزق مكتوب لك، الفوز مكتوب لك، كل شيء مكتوب ومقدر، والله لك الحمد. فاز على الأقل فيها أخ وعزيز وغالي، للحين ترى ما أعلن النتائج، أعلن النتائج بس المتأهلين، لكن كلهم نمون عليهم ونعرفهم. والرسالة هذه بس حبيت أوصلها، فيه إعلان بينزل لكم ورا هذه السنابة، وخلوكم معي. بس قبلها أبي أقول لكم كلمة كلمتين لأخوي المنشد حمد الطول. أول شيء حاب أشكرك على المسابقة هذه والمنافسة الشريفة، والله يبيض وجهك، وترى ما نساكم أنت ويا جمهور، ترى ما نساكم. بيسوي لكم بعد مسابقة وسحب على جوائز وآيفونات ومبالغ مالية، وتستاهلون.